هذا البرنامج برعاية زين. حياكم الله مشاهدينا بكل خير، أنا نهى علي سوف أرافقكم في فقرات برنامج جديد من جلسة الأعمال، سنعرج فيه على العديد من المواضيع ومن ضمن عناوين هذه الجلسة. لجنة مراقبة اتفاق أوبك تجتمع في أبوظبي منتصف يناير القادم، ومصر تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى ما يقارب 16 مليار دولار. وفي قطر دعوة لإعداد خطط مدروسة للاستقطاب السياحي. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج جلسة الأعمال. وفيما يتعلق باتفاق أوبك، فقد نقلت رويترز عن مصادر بأن الاجتماع الأول للجنة مراقبة تقيد منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك باتفاق خفض الإنتاج من المقترح أن يعقد في أبوظبي في 13 من يناير كانون الثاني من العام القادم. وتتألف اللجنة من 5 أعضاء هم الكويت، الجزائر، فنزويلا، روسيا، وكذلك سلطنة عمان. وكشف وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل عن موافقة قمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على بدء مفاوضات التجارة الحرة ما بين الاتحاد ومصر، حيث أشار الوزير إلى أنه من المخطط أن تجهد العلاقات التجارية طفرة كبيرة لتقفز من 3.5 مليار دولار حاليا إلى حدود 15 مليار و700 مليون دولار عقب إبرام هذا الاتفاق. وأعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة بأنها وقعت اتفاقيتي الامتياز جديدتين للتنقيب في منطقتي شمال الحماد وشمال رأس العش البحريتين في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية. وتدير إيني منطقة شمال الحماد بحصة مقدارها تتجاوز 37% مع شريكين آخرين هما بريتش بتروليوم وتوتال، ولدى إيني حصة تبلغ 50% في منطقة شمال رأس العش التي تديرها بريتش بتروليوم وبحصة مقدارها 50%. ويعزز هذان الاتفاقان الجديدان محفظة إيني في مصر حيث تمارس أنشطتها منذ العام 1954. وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، وذلك عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد. في خطوة منها لحماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين السعودي، ها هي مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تصدر ضوابط تسعير محدثة للتأمين على المركبات، خطوة من شأنها أن تحسن جودة الخدمات في شركات التأمين المحلية، كما أن الهدف منها هو إرضاء المتعاملين بأبسط وأفضل الطرق، مما سيدفع قطاع التأمين السعودي إلى الأمام. ساما أخذت بعين الاعتبار بأن قطاع التأمين وبصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث، مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات. وعليه أصدرت المؤسسة قرارا يتضمن إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي الجديد، خصم تصل نسبته إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد السنوات لتصل إلى 30%. هذا وتضمنت التعليمات التي أصدرتها ساما أيضا إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصما إضافيا لعملائها، وذلك تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بأن بعض الشركات العاملة في بلاده تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، وأن الحكومة تعمل على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض بالعملة الصعبة لمساعدة تلك الشركات. وأضاف بأن سعر الصرف كان له بعض الأثر على تقليل الطلب على الواردات، وهبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية هذا العام، متأثرة بتناوي المخاوف إزاء الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو تموز الماضي. وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال نوفمبر الماضي بنحو 800 مليون ريال وبنسبة 8% عن الشهر المماثل من العام 2015، ليستقر عند 9 مليارات و600 مليون ريال، بينما سجل ارتفاعا ب 25% على أساس شهري، وبلغت قيمة الصادرات القطرية خلال نوفمبر تشرين الثاني 18 مليار و700 مليون ريال، انخفاض نسبته 10% مقارنة بذات الشهر من 2015. نبقى في قطر، حيث قال مراقبون أن القطاع الفندقي يشهد توسعات كبيرة، ما يضع تحديات أمام قطاع الضيافة في ظل تنامي العرض. وأشاروا إلى أن مسؤولي الفنادق يتبعون استراتيجيات مختلفة للمحافظة على نتائجهم وتعظيم أرباحهم، حتى وصل الأمر إلى حرب في الأسعار لاستقطاب النزلاء، مضيفين بأن معدلات إشغال القطاع الفندقي شهدت تراجعات ب 8% خلال 2016، حيث وصلت إلى حدود 60%، وأكدوا على ضرورة اتباع خطط مدروسة لاستقطاب السياح لدعم المرافق السياحية. كما أن أسعار الغرف الفندقية في قطر هي تعد ضمن الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي بحسب نفس المصادر. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من الدوحة السيد عبد الهادي شعبان، الخبير السياحي والمدير العام لمجموعة فنادق بيست ويستن. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. فعلا لنتحدث بداية عن نسبة الإشغال في 2016، نسبة الإشغال 60% كما أظهرت هذه المصادر. هل نحن نتحدث عن تراجع متواصل عن الفترات السابقة، وماذا عن 2017؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولجميع الأعضاء في مجموعة CNBC عربية. بالنسبة للقطاع الفندقي بدولة قطر، حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر، أن استقبلت قطر 1.4 مليون سائح خلال النصف الأول من سنة 2016. هذا بيدل انه نحن انخفضنا عن 2015 بنسبه 6%، وهذا عدد، هذا نسبه كثير كبيره بالنسبه للانخفاض اللي صاير في الدوحه. في عوامل كثيره اثرت على الانخفاض هذا، وخلينا في عجاله خلينا نقول نحن نصيغها. اذا كان قلنا انه عدد المنشات الفندقيه اللي دخلت بالسوق القطري اخر 2015 دخل 4 منشات فندقيه ضخمه، عملت زيادة بنسبة 10% بعدد الغرف الفندقية الموجودة بالدوحة، وهي أثرت تأثير كتير كبير على الإشغال الفندقي. بالإضافة كلياتنا مثل ما بنعرف أنه الفاينانشال كرايسيس اللي معدي على المنطقة هاي، واللي أثر خصوصي بالفترة الآخر 2015 وبداية 2016، أثر بشكل كتير كبير على الإشغال الفندقي بالدوحة. نعم. بالنسبة لنا كمدراء فنادق، طيب نحن بالنسبة للخطط التسويقية، نعم، ماذا عن نوعية السياح؟ يعني كم، يعني من هي المدن أو الدول التي تأتي أكثر إلى قطر؟ هل لاحظتم توجهات ربما من دول أخرى، أو حتى تراجع من سياح من دول معينة إلى قطر؟ صحيح صحيح، صار في ارتفاع كبير بالنسبه للسياح اللي عم بيزورونا من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصه من الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه. الانخفاض الكبير جاينا من منطقه اسيا ومنطقه المنطقه العربيه، منطقه الدول العربيه اللي فيها هلا المشاكل، الربيع العربي او بين قوسين خلينا نسميه. الانخفاض جاينا من هذا، عندنا 1% زيادة من دول الأمريكيتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وبالإضافة مثل ما حكينا دول آسيا فيها انخفاض كتير كبير بالنسبة لسياحة الأعمال.
سياحة الأعمال صار فيها مثل ما بنقول دروب نحن نسميه، أنه صار في انخفاض كبير بالنسبة لهذا الانخفاض. لكن رغم ذلك زوار مجلس التعاون الخليجي مثل ما اسلفنا اجوا، كان في زياده بنسبه منيحه يعني. نعم، يعني واضح حتى بالنسبه لهذه التغيرات التي نراها على اسعار العملات حول العالم، يعني واضح انه الدولار وقوته والدول الخليجيه مرتبطه بهذه العملات، هذا له عامل مؤثر اضافه الى حرب اسعار، يعني هل فعلا يعني متوسط اسعار الغرف في قطر هي الاقل بين دول الخليج؟ هل فعلا هذه النسبه واقعيه استاذ عبد الهادي؟ وايضا كم يلعب هذا التغير في مستويات العملات، يعني وخصوصا تراجع كثير من العملات الاوروبيه امام الدولار؟ صحيح، مقارنه مع خلينا نحكي مع الاحصائيات تبع هيئه ابو ظبي للفنادق للسياحه والفنادق، مقارنه جذريه صارت، انه في انخفاض كثير كبير، في فرق كبير بين متوسط سعر الغرفه في الدوحه ومتوسط سعر الغرفه في ابو ظبي بنسبه ما تقل عن 14%. فهي نسبه كثير كبيره يعني بالنسبه لفرق الاسعار. بالنسبه للسعر صرف العملات اكيد بياثر، يعني بين السائح ما يجي يصرف دولار سابقا عم بيصرفه خلينا نقول قدام اليورو بمبلغ، صار يصرفه بمبلغ ثاني، صار ياثر على الانفاق اللي عم بيصرفه السائح نفسه في الدوحه او في المنطقه العربيه اللي عم نحكي عنها هلا. يعني كيف تتوقع المشهد؟ يعني ذكرت انه في هناك عدد غرف اضيفت، هناك منشات سياحيه ضخمه ايضا دخلت الى السوق، كيف هو الواقع؟ يعني هل برايك انه هناك فنادق سوف تخرج من السوق؟ وما هي الفنادق الاكثر ربما تحملا لمثل هذه المتغيرات الاقتصاديه؟ هل نتحدث عن الفاخره ام بالعكس المتوسطه؟ هلا خلينا حسب الاحصائيات نقول انه بالنسبه لمتوسط سعر الغرفه بالنسبه للفنادق الاربع نجوم كان في ارتفاع وكانت الاكبر نصيبا يعني فئه الاربع نجوم. فئه الخمس نجوم كانت متضرره لكن بشكل طفيف، الاكثر تضررا كان الفنادق ذات فئه الثلاثه نجوم. هاي الفنادق بعتقد في بعض منا عم نشوف حسب السوق القطري هون حسب ما عم نلمس انه في كثير منا مطروح للبيع، يعني اصحابها طارحينها للبيع انه بسبب انه في مشاكل بالنسبه للتشغيل او بالنسبه للايراد الشهري او السنوي. من المحتمل، من المشترين المحتملين؟ هل سيكونون من قطر ام قد ياتي مشترين من الخارج برايك استاذ عبد الهادي؟ هلا السوق القطري واعد جدا بالنسبه للمستثمر الاجنبي باعتبار انه في اول شيء عندنا 2022 كاس العالم حيكون عندنا هون بالاضافه لرؤيه قطر 2030، ففي السوق القطري واعد للمستثمر، ممكن المستثمرين يجوا يستثمروا هون بالقطاع الفندقي وممكن يعملوا شغل جيد جدا. لكن حسب المتوقع، يعني حسب ما بنقول نحن انه حاليا في قطر في 22,000 غرفه فندقيه، متوقع تصير 40,000 غرفه فندقيه ب 2022 على كاس العالم. على 2030 حسب رؤيه قطر حيكون في اكثر من 50,000 غرفه فندقيه. فهذا كله بده يواكبه مشاريع تطويريه ومشاريع تنمي السياحه وتجذب السائح لحتى يجي يزور دوله قطر، لحتى يزيد الانفاق تبعه. لا، وفي اساسا كثير هون جهود مبذوله عم نلمسها نحن بصراحه من الهيئه العامه للسياحه لاسباب معينه، يعني اول شيء لزياده مده الاقامه بالدوحه بالاقامه الفندقيه خلينا نقول. الشغله الثانيه انه تكرار الزيارات المتاحه لقطر، يعني السائح نفسه انه ممكن يجي عده مرات. الشغله الثالثه انه زياده الانفاق، يعني مو بس انه بس يطول اقامته، زياده الانفاق يكون عنده خيارات كثيره يزيد فيها الانفاق في الدوله هون ضمن نطاق الفندق او ضمن نطاق البلد نفسه. نعم، يعني على ماذا عن المشاريع السياحيه؟ هل سيكون هناك ايضا نوعيه من الربط يعني فيما يتعلق بتطوير السياحه، الربط مع مدن خليجيه اخرى ربما في دول اخرى؟ ممكن تكون في توأمة مثلا، أنا بقترح أنه يكون في توأمة بين دوحة دبي مثلا أو دوحة مسقط أو توأمات بين مدن. هل هذا مطروح طيب أستاذ؟ حتى الآن ما سمعنا فيه، لكن هذا مطروح من قبلنا نحن كفندقيين كمدراء مشاريع فندقية أو منشآت فندقية. هذا مطروح من عنا أنه يكون في تبادل حتى على سبيل الخبرات، ما ضروري أنه يكون في على سبيل
نعم، يعني أنت ذكرت أستاذ عبد الهادي فيما يتعلق بعمليات بيع محتملة، يعني بدأت بعض الفنادق تعرض منشآتها للبيع، هل هناك من عدد محدد أو تقريبي لمثل هذه الفنادق، وهل يعني أغلبها من فئة الثلاثة نجوم أكثر من غيرها أو ثلاث نجوم عفوا؟ بصراحة ما في إحصائيات محددة، لكن هي بترجع لكل مالك بالنسبة للمنشآت الفندقية. في شغلة بحب ضيفها بالنسبة للتشغيل الفندقي، الطفرة العقارية اللي صارت في الدوحة هون خلت صاحب العقار أو صاحب المنشأة الفندقية يفكر فيها على أساس استثمار ريال استيت، ما هي كمنشأة استثمارية، كمنشأة خدمية تقدم خدمات استثمارية يعني. صار يفكر فيها انه اليوم اشتريتها على اساس انه حقها مبلغ اكس، بكره حقها اكس بلس يعني. ممكن هيك يعني معظمها اشتروها في الاسعار العاليه، يعني كانت يعني معظمها تم انشائها في عندما كانت الاسعار اعلى من ذلك ام ماذا؟ لا، كانت الاسعار منخفضه لما بلشت المنشات الفندقيه تنمو، كانت اقل وبلشت شوي شوي يعني. والطفره العقاريه استفادوا اصحاب العقارات الفندق، خلينا نقول العقار الفندقي كمبنى يعني كبيلدينج، استفادوا منها انه كطفره عقاريه. انا بعت العقار كلفني مثلا 200 مليون، بعته ب 350، انا استفدت منه كعقار، ما استفدت منه كمشغل فندقي لهالمنشاه هاي مشان استفيد منها. فهذا اثر تحديدا يعني على نوعيه التشغيل يعني بالنسبه للفنادق في الدوحه. عم بحكي عن فئه 3 نجوم، فئه الاربعه وخمس نجوم الخدمات جيده جدا فيها، والنوعيه طبعا ممتازه جدا يعني، لا ما بنحسن، وخاصه انه النوعيه والكواليتي هي دائما في تفتيش من الهيئه العامه للسياحه على هذا الموضوع. ما في اي دروب بهذا الموضوع. نعم، يعني وخصوصا اننا كنا نتعامل لفتره مع الموازنه بالنسبه لدوله قطر، وهناك ايضا نوع من العجز المتوقع، كيف يمكن فعلا ان يكون قطاع السياحه، يعني كم سياخذ من هذه الموازنه برايكم؟ القطاع السياحي اخذ حيز جيد يعني، وخاصه هلا المشاريع الرديفه اللي خلينا نقول بعدد لك مشاريع ضخمه عم بتتم في البلد هون بدوله قطر. نعم. مثل مشاريع خلينا نقول بشكل سريع لو سمحت. حاضر. بالنسبه ل عندك مشروع مترو الدوحه، مشروع ميناء حمد، مطار حمد الدولي، هاي كلها مشاريع رديفه بتاثر على زياده عدد الداخلين على البلد، وخاصه انه في تشريعات دخلت عن طريق وزاره السياحه والهيئه العامه للسياحه مع وزاره الداخليه لاضافه عدد الليالي اللي ممكن يسكن المسافر الترانزيت في الدوله. ارتفعت لاربعه ايام ممكن يسكن فيها، هاي حتأثر تأثير كتير كبير ومباشر على الإشغال الفندقي في دولة قطر. أشكرك أستاذ عبد الهادي شعبان الخبير السياحي على كل هذه المعلومات. وخسائر بمليارات لتوشيبا بعد الاستحواذ على أنشطة نووية أمريكية، بعد الفاصل. إذن ومشاهدينا، وبالعودة إلى خبر موافقة قمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين هذا الاتحاد ومصر، معنا من القاهرة الدكتور عبد الستار عشرة وهو مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر. مرحبا بك دكتور عبد الستار. فعلا هي خطوة ملفتة، خصوصا أننا نتحدث عن اتحاد يضم دول منتجة للنفط قوية مثل روسيا بشكل خاص. كيف فعلا هذا الأمر يمكن أن يطور العلاقة مع مصر، خصوصا أن هناك التباعد جغرافي بين مصر وهذه الدول التي تنضوي تحت هذا الاتحاد؟ وفي الحقيقة هذا الاتحاد أنشئ كاتحاد اقتصادي على أطلال الاتحاد السوفيتي. نعم. أو مجموعة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، زي ما حضرتك عارفة، روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا. طبعا هو تجمع اقتصادي قبل ان يكون سياسي، وهناك سياسات موجوده بين هذه الدول او ارتباطات موجوده بين هذه الدول سواء تاريخيه او سياسيه موجوده فيها. سبق ان طرح ضم مصر الى هذا الاتحاد. في القمه الاخيره اللي عقدت في سان بطرسبرج تمت الموافقه على ضم مصر، او مبدئيا وافقوا على دخول مصر لهذا الاتحاد. علاقات مصر بهذه المجموعه، علاقتنا مع روسيا علاقات متميزه كما هو معروف، سواء
اقتصاديا أو سياسيا أو حتى سياحيا، وأعتقد أن الساعة تعود قريبا من روسيا إلى 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 مصر بصفة خاصة، والدور اللي بتلعبه روسيا في المنطقة العربية بيتفق تماما مع الدور اللي بتلعبه مصر في هذه المنطقة، ومصر دورها أن يجب أن تحل هذه الموضوعات بالاتفاق وبالمسالمة وبدون حرب وبدون نزاعات وبدون تغيير نظم بالقوة. تغيير نظام بالقوة هذا غير مقبول، وروسيا في هذا الموضوع متخذة هذا الموقف. لكن أنا لا أخشى أن النهاردة الاتحاد بعد أن تدخل مصر إن شاء الله وتنضم لي، وزي ما حضرتك عارفة إحنا لنا علاقات متميزة اقتصاديا مع الاتحاد الروسي. طيب ما الذي سوف يفيد مصر يعني، وخصوصا على مستوى ربما على مستوى أيضا الإقامات، على مستوى التبادل التجاري فيما يتعلق، يعني هل سيتم إلغاء الفيز بين هذه الدول ومصر؟ كيف سيتم يعني ترجمته على الواقع؟ هو ليس الأهم هو إلغاء الفيز، ولكن الأهم هو تيسير التبادل التجاري بين هذه الدول. نعم. مفروض هترفع التعريفة، هترفع الجمارك بين هذه الدول بعد انضمامها، لأنها بتكون منطقة تجارة حرة، منطقة التجارة الحرة الأورو آسيوية. فبترفع الرسوم الجمركية، ده بيشجع التجارة وبييسر التجارة بين البلاد. احنا رقم تبادلنا التجاري مع الروس تجاوز 5 مليار سواء صادرات وواردات. نعم. يمكن رقم التبادل التجاري مع أرمينيا أقل، لكن أرمينيا لها وجود تواجد في مصر من خلال ثاني أكبر جالية أجنبية موجودة في مصر، هي الجالية الأرمينية. هناك علاقات ثقافية وعلاقات مواطنة بين البلدين، وممكن أن تثمر هذه العلاقات عن وجود علاقات اقتصادية أقوى. كازاخستان من أقوى الدول اللي موجودة في الدول وسط آسيا اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، وأيضا مصر لها دور ثقافي ودور اقتصادي مع هذه الدولة. نعم. وزي ما حضرتك قلتي دلوقتي الاتحاد السوفيتي من كبار منتجي البترول والغاز، وأيضا كازاخستان من كبار منتجي البترول والغاز. قرغيزيا هي أصغر شوية، لكن أيضا هذا التجمع إذا قدرنا، وخصوصا أن التجمع ده بيخترق طريق الحرير اللي احنا بنسعى إلى قيامه. فطريق الحرير لما يجي هنا بيقرب المسافة تماما، لأنه بيجي عند ما بيقترب هنا، خصوصا أن مطروح حاليا ضم أيضا 3 دول مهمة جدا، وإن كان أنا متخوف من واحدة منها. ضم سنغافورة، وده علاقتنا جيدة بيها، ودولة متقدمة تكنولوجيا ونرجو أنها تنضم. ضم الهند، وده أكبر يعني ثاني أكبر تجمع سكاني في آسيا، ودولة ضخمة ودولة منتجة للعديد من السلع، ورقم التبادل التجاري أيضا مع الهند رقم جيد مع مصر. الدولة الثالثة المطروحة هي إيران، وده اللي أنا أخاف منه، لأن مصر حريصة على علاقتها مع الإمارات، وخصوصا يعني يمكن من أهم العوائق اللي بتقف في سبيل عودة العلاقات المصرية الإيرانية هي موضوع الجزر الإماراتية اللي بتحتلها إيران. نعم. وبالتالي يعني واضح إنه لو طرح دخول إيران لو طرح دخول إيران بعد أن تنضم مصر إلى هذا الاتحاد، كيف سيكون موقف مصر؟ نعم، يعني واضح إنه في أكثر من دولة العلاقات مع طيب دكتور، فيما يتعلق بالوضع الحالي، يعني لنتحدث حاليا عن الوضع الحالي، وبرأيك مصر ما هي المواد التي يمكن ان تدخلها مصر الى هذا الاتحاد؟ هل نتحدث فعلا عن الاغذيه يعني، وخصوصا المزروعات المصريه هي التي ستدخل بشكل الفاكهه الى جانب وباختصار لو سمحت المواد الاساسيه خضروات وفاكهه الى اخره، واحنا بنصدر رقم جيد من هذه المواد إلى روسيا وإلى هذه المنطقة بالذات، وبالتالي فده هيشجع على زيادة صادراتنا من هذه المنتجات إلى هذه المنطقة. ولما تنضم أيضا المجموعة الثانية اللي لو انضمت أرضا، هذا هيزيد من رقم التبادل التجاري بين مصر وبين هذه المنطقة. نعم، أشكرك. أيضا هيسمح بدخول مضطرين ان يعني نقفل هذه الفقره. اشكرك دكتور عبد الستار عشره، وانت مستشار الاتحاد العام للغرف التجاريه في مصر، ونعتذر منك لضيق الوقت. وايضا حذرت شركه توشيبا من انها قد تضطر لتجنيب مليارات الدولارات لتغطيه خسائر تتعلق بالاستحواذ على انشطه للطاقه النوويه في الولايات المتحده، الامر الذي جدد المخاوف بشان حسن تدبير الشركه لامورها الماليه. وقالت المجموعه
اليابانية أن تكاليف مشروعات الطاقة التي تديرها وحدة تشييد تعمل في مجال الطاقة النووية استحوذت عليها مؤخرا ستكون أكبر كثيرا مما كان متوقعا، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يتطلب شطبا ضخما لأكثر من ملياري دولار من قيمة أنشطتها في القطاع النووي في السنة المالية الأخيرة. انتهت فقرات جلسة الأعمال لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعة مشاهدينا، وألقاكم بمشيئة الله في برنامج جديد. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.